إلى العراق، حيث أصيب 10 رجال أمن إثر إلقاء قنبلة يدوية عليهم في العاصمة بغداد. يتزامن هذا مع مشاورات سياسية تجرى لاختيار رئيس وزراء جديد في غضون 15 يوما. أصيب 9 من عناصر الأمن العراقي صباح اليوم في شارع الرشيد ببغداد على إثر إلقاء قنبلة يدوية عليهم، فيما خيم التوتر على محافظتي النجف وكربلاء عشية وصول وفد من لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي إلى النجف على أثر الأحداث التي عاشتها خلال الأيام الماضية. كما أضرم محتجون للمرة الثالثة في غضون أسبوع مقر القنصلية الإيرانية بالنجف دون إحداث أي ضرر بالأرواح، ولا يزال العراقيون يملؤون الشوارع تنديدا بسياسات الحكومات العراقية التي أوصلتهم إلى وضع اقتصادي صعب في دولة تعتبر من أغنى دول العالم بثرواتها الطبيعية. عوامل الاقتصادية بالدرجة الأساس كانت عامل وراء اجتياح المظاهرات الشعبية ضد الحكومة، والعوامل الاقتصادية ممكن اختصارها بانخفاض مستوى دخل الفرد في العراق. وعلى الصعيد السياسي، دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي رئيس الجمهورية العراقية برهوم صالح إلى تكليف رئيس وزراء جديد خلفا لعادل عبد المهدي خلال 15 يوما. وفي إطار حملة مكافحة الفساد، أصدرت هيئة النزاهة العراقية أوامر بالقبض ومنع السفر بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي السابق، كما صدر أمر استقدام بقضايا النزاهة بحق كل من وزير السياحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد الحالية. وفيما شن عراقيون حملة ضد سفير العراق بالأمم المتحدة محمد بحر العلوم متهمين إياه بقلب الحقائق، تهمت هيومن رايتس ووتش قوات الأمن العراقية بالاستمرار في استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين رغم صدور أوامر من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بالتوقف عن ذلك، حيث وصلت حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الشهرين الماضيين إلى 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح.